شكرا لك سيدي الرئيس. إن هذا اجتماع مهم في لحظة فارقة لن ننساها أبدا. إن جائحة كورونا تولد الكثير من المعاناة في كل بقاع العالم، وقد أثرت بشكل كبير على حقوق الإنسان. لقد حذر الأمين العام من أنها لا تتهدد فقط التنمية، وإنما أيضا تنذر بعدم الاستقرار. لا نواجه فقط تهديد تحور الفيروس، وإنما نحن الآن نعلم أن هناك الكثير من التدابير التي ينبغي أن تتخذ من أجل ضمان توفير الدعم الكافي لأكثر الاحتياج أكثر المحتاجين له، وأننا جميعا ينبغي أن نتكاتف وراء هذا الهدف. اليوم تعقد الجلسة الاستثنائية للمجلس من أجل مناقشة تداعيات حقوق الإنسان على تداعيات جائحة كورونا على موقف حقوق الإنسان. أرجو منكم أن نتحلى في هذا النقاش بنهج تشاركي. أولا سوف نتناقش حول الأمور الملحة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ولدت الجائحة الكثير من حالات عدم المساواة والتفاوت، وتعذر على الكثير من الأشخاص الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية اللائقة. وفي الدول النامية حيث قطاعات كبيرة من السكان كانت تعول على الخدمات اليومية ومن أجل الحصول على رزقها اليومية، ملايين من الأشخاص حرموا من الوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى معيشتهم في ظل انعدام خدمات الإصحاح، وباتوا أكثر عرضة لمواجهة مشكلات في قلة الدخل، وهذا سبب قدرا كبيرا من المعاناة. إن التهديد العام لهذا الفيروس يهدد الوصول العادل لخدمات الأساسية. على كل بلد تشكل فيها هذه المشكلة محنة عاجلة، كل الدول ينبغي أن تكون معدة لتعاقب ومجابهة هذا الفيروس، وأن تكون مجهزة بكل الوسائل اللازمة. لا يمكن أن ننجح في هذه المسيرة من دون أن نتسلح بالسلاح الذي لدينا لمواجهته، وهو اللقاح. لكن المشكلة تكمن في التوزيع، ففي معظم البلاد هناك فجوة صارخة ما بين البلدان التي يكثر فيها اللقاح وتصل فيها نسبة التلقيح إلى 75% في مواجهة دول يثبت أن ملايين الأشخاص حرموا من حق الوصول إلى اللقاح. على العالم أن يضمن التوزيع العادل لهذه اللقاحات. أود أن أؤكد على حتمية احترام الحقوق المدنية والسياسية خلال الجائحة. الكثير من التدابير العاجلة ينبغي أن تتخذ في مجابهة هذه الجائحة، لكن هذا الموقف العاجل لا يشكل شيكا على بياض من أجل تجاهل حقوق الإنسان. ينبغي أن يكون هناك تدابير مناسبة لمجابهة هذه المشكلة. من أجل أن نتعافى من هذه الجائحة، أود أن أعرض عليكم بعض النقاط التي تبدو الآن مهمة في هذه اللحظة الفارقة. كل الجهود القومية ينبغي أن تركز على تخفيف المعاناة الواقعة جراء الجائحة على النساء والمجموعات الهشة، من خلال توفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي. النساء والفتيات أيضا تواجهن المزيد والمزيد من التهديدات والمخاطر بسبب الجائحة. عدد من المجموعات الهشة عليها أن تمنح وتولى العناية الكافية.